طيب هنروح لكرة السلة الشباب، بيلعبوا ماتش أو بيلعبوا بطولة الجمهورية، كسبنا الزمالك، خسرنا من سبورتنج، رحنا على ماتش فيصل مع نادي الزمالك، كسبنا الجزيرة منذ لحظات بنتيجة 58-48 وده اللي أهلنا لماتش فيصل مع نادي الزمالك. طيب المباراة بتتلعب في صالة الشلال الدخان بالجيزة، والحقيقة الفرقة كانت ماشية كويس، يعني ماتش سبورتنج هو اللي حصل فيه دروب، بس ماتش الزمالك كسبناه. والماتش الفيصل هيبقى امتى يا جماعة؟ يعني أنا مش قدامي الماتش الفيصل لسه ما تحددش، ماتش الفيصل لسه ما تحددش. طبعا الفريق ده فيه مجموعة كويسة جدا، الأقرب هيبقى الثلاث أو الأربع، لأن لازم يبقى يوم أو اتنين راحة. طبعا اللي بيقود الفريق كابتن إسلام علي، والفريق ده فيه حقيقة مجموعة ممتازة من اللاعبين، فيه عمرو زهران، فيه عبد الله ناصر، مؤمن طارق خيري، محمود وليد، مؤمن موسى، مجموعة من مالك ياسر والفتوح، مجموعة متصاعدة على المجموعة اللي موجودة، جيل ذهبي من زمان، من سنين ما شفتش في شباب كرة السلة في النادي الأهلي جيل زي ده، جيل فيه خمسة أو ستة يصلحوا يلعبوا في الدرجة الأولى. يمكن المدير الفني الدرجة الأولى السنة الموسم القادم هيبقى عنده مشكلة إن في خمس ست لاعبين طالعين ممتازين على مستوى رائع بدنيا وفنيا، الحقيقة بقى فيها حيرة جامدة جدا، ولكن ده بيصب في مصلحة النادي الأهلي رقم واحد ومنتخب مصر رقم اتنين، أو منتخب مصر رقم واحد طبعا ده في الأساس لأن مصر هي الأصل، ولكن أنا واخدها بالتدريج، النادي الأهلي هو جزء من مصر.